عارفين لما تبقوا محتارين كده هتعملوا النهارده رقاق ولا نعمل جلاش، وفي خناقه كده دايره في البيت ما بين مين بيحب الرقاق ومين لا انا بحب الجلاش، ايه رقاق لا ايه جلاش، اهي الوصفه دي بقى ليكوا انتوا. اعملي بقى فطيره الزبده دي حاجه كده ما بين الرقاق وما بين الجلاش، حلوه وسهله وبسيطه. وفكرتها جات لي لان انا عايزه اكل رقاق وما عنديش رقاق في البيت، وما عنديش طاقه ان انا غلبت ان اعمل الرقاق في البيت واعجن دقيق واعمل وبعدين ارجع. الوصفه دي سهله جدا وفطيره تجنن، طعمها حلو مميزه، وتقدروا تحشوها اي حشوه في الدنيا. عشان تعملوا احلى فطير في البيت كملوا معايا الفيديو ده لحد الاخر. هنحتاج 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات عادي، هنحط عليه سكر وهنحط عليه ملح، معلقه من السكر ونص معلقه من الملح، هنقلب كويس جدا مع بعض. وبعدين هبدا اعجن بميه عادية جدا من الحنفية، ولا سخنة ولا دافية ولا أي حاجة، مية، وبحط المية بالتدريج واحدة واحدة لحد ما العجينة بتاعتي تلم. بفضل أقلب، بصوا أنا بعمل كده في الأول، أقلب العجينة العجين بالمعلقة لحد ما العجينة تبدأ كده تبلها معالم والدقيق يقل. أبدأ بقى بإيدي وأعجن لحد ما العجينة بتاعتي دي تلم. مش محتاجة عجن كتير، أنا محتاجة عجينة بالمنظر ده، شايفين بتلزق إزاي؟ لمت كده الدقيق بتاعي، هضيف عليها معلقتين كبار من الزبدة وهبدا اعجن. وما تقلقيش في المرحله دي خالص ان العجين بيقطع معاكي وما تجريش تضيفي دقيق، لا افضلي عجيني عجيني لحد ما الدقيق بتاعك والعجينه بتاعتك تشرب الزبده بالمنظر ده، تديكي عجينه فيها تلزيقه كده ومططيه. انا بدهنها دهنه من الزيت وبسيبها ترتاح شويه، انا مش بخمر، انا بسيبها بس ترتاح عشان لما اجي افردها تتفرد معايا بسهوله، يعني 10 دقايق ربع ساعه مش اكتر من كده. دي لحمه معصجه عاديه جدا زي اللحمه اللي بنستخدمها مع الرقاق ومع الجلاش، هضيف عليها بقى شويه اضافات كده ودي اختياريه تماما. دي طماطم انا شايله القلب بتاعها مقطعها مكعبات ومقطعه كمان زيتون، ودي جبنه مشكله. ضيفوا بقى بصوا اي حاجه في الدنيا واي خضار وفلفل الوان، غيروا اللحمه بفراخ زي ما انتوا عايزين، ضيفوا خليط من الجبن، يعني انا واثقه الوصفه دي بالجبن هتبقى خطيره، لو جبن بس كده هتبقى فظيعه. بصوا انا سبتها بس 10 دقايق لحد ما العجينه بتاعتي ارتاحت شويه، هاخد العجينه دي وهقسمها نصين بالظبط. بصوا بالمنظر ده اقسم نص كده، هاخد النص ده اكوره واخد النص التاني وهبدا افرد العجينه بتاعتي. خلي بالكوا لو العجينه مش بتتفرد معاكم بسهوله يبقى محتاجه ترتاح شويه. رشه من الدقيق ورشه من الدقيق من فوق وبالنشابه، وهبدا افرد العجينه بتاعتي على شكل مستطيل. انا الصاج بتاعي مستطيل، تقدروا تفردوها على دايره زي ما انتم عايزين. هفرد بقى وعايزه ارق العجينه بقدر الامكان، ما تبقاش رقيقه قوي، يعني تبقى العجينه تقريبا نص سنتي سنتي سمكها مش اكتر من كده. كل ما تلاقيها بتلزق معاكي اديها رشه كده من الدقيق. بصوا اصلا الهواء اللي في الجنب ده معناه ان العجينه بتاعتي فلافي جدا وهتطلع خفيفه وحلوه جدا. هجيب بقى الصاج بتاعي همسحه مسحه محترمه من الزبده، يعني هغرق الصاج كده كله زبده. بس هلم العجينه بتاعتي كده، بصوا العجينه ما بتتقطعش وبتمط وزي الفل، وهبدا احط بقى وابدا انا افرد في الصاج بتاعي. اعملي كده اسهل، بعد ما فردنا بشويه نبدا بقى نفرد في الصاج، نشد العجينه من جوه وبايدينا من جوه ونفردها لبره لحد ما تبقى بالمنظر ده. بصوا انا غطيت الصاج بتاعي كله ازاي، وتاكدي كده ان الوصل للاطراف، وهبدا احط الحشوه بتاعتي وبقدر الامكان ما توصليش الحشوه للاطراف عشان لما نيجي نحط العجينه اللي فوق بقى فردنا التانية بنفس الطريقة ونزلنا عليها من فوق. وهبدأ بقى أشد، بصوا العجينة بتتشد معايا ما بتتقطعش ازاي عشان هي خدت حقها في العجن وخدت حقها في التريح، دي أهم حاجة. هبدأ بقى أقفل كويس جدا وبإيديكي وتأكدي كويس إنها اتقفلت من كل الجوانب بالمنظر ده عشان العجينة بتاعتي ما تفتحش والحشوة تطلع منها. وبإيدي بس كده هديها شكل إيه، مستطيلات، قطعوها زي ما أنتوا عايزين، يعني أي شكل كده مش بالسكينة، بإيدي، يعني هي العجينة بتاعتي ما اتقطعتش. وبعدين برضو على الوش همسح العجينة بتاعتي بزبدة مسحة كويسة جدا. هي يا جماعة فطيرة زبدة، يعني تخيلوا لو كنا بنعمل صينية جلاش ولا رواية دلوقتي كنا استخدمنا أضعاف الزبدة دي، لا هو ده أقل بكتير. هبدأ أغطيها كلها بالزبدة وبعدين بدخل فرن يكون متسخن درجة حرارة 240، هتاخد بصوا ربع ساعة تلت ساعة أقصى حاجة، هتلاقوها خدت لون من تحت وخدت لون من فوق وبقت رهيبة. لو حسيتوا انها خدت لون من تحت ولسه من فوق ما خدتش لون، افتحوا الشوايه بتاعه الفرن، افتحوا المروحه لحد ما تاخد اللون التحفه ده. واول برضو ما بتخرج بمسحها مسحه كده من الزبده.
طعمها يا جماعة وريحتها يجننوا. يعني اللي ياكلها يقعد يقول لك هي كانت في خناقة ما بينها، لا دي شبه الرقاق، لا دي شبه الجلاش، بس هي طعمها كان تحفة جدا وسهلة كده وبسيطة، ولا غلبة الرقاق ولا غلبة الجلاش اللي هم أصلا بياخدوا كمية دهون ولبن وتسقي وتعملي وجودة، لا هو كده سهل جدا، وكمان تقدروا تغيروا في الحشوة دي بأي حشوة في الدنيا. اتمنى الوصفه دي تكون عجبتكم، اتمنى ان تجربوا الوصفه دي بالتحديد. احب انا الوصفات اللي تخطر في دماغي كده واعملها، تجربوها وتقولوا لي كده، تشجعوني تقولي اذا كانت حلوه ولا مش حلوه. ما تنسوش كمان كاتبه لكم تحت طريقه الاعداد والمقادير وكل حاجه عشان تاخدوها عندكم سكرين شوت. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها وتقولي رايك فيها ايه، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديده، وباي باي.